في هذا اليوم نرحب بالإخوة العائدين للوطن الذين لبوا نداء السيد الرئيس ولبوا نداء الحوار ونبوا نداء السلام. إن شاء الله سيكونون إضافة حقيقية لهذا العمل ونحن نرحب بهم وبمجهوداتهم لأنهم قيادات لا يستهان بها، لهم وجودهم السياسي ولهم وجودهم المعنوي داخل ولايات دارفور وخارجها. فلا أريد أن أحيل بيني وبينكم هؤلاء القيادات، فليتفضل الأخ الباشمهندس أبو بكر حامد نور. نشكر كل الذين انحازوا للسلام وهم كثر، قيادات، مجتمع، تنظيمات سياسية، شخصيات كثر ذهبوا في اتجاه السلام ونحن استجبنا لذلك. الشكر أجزله إلى السيد الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير والسيد الرئيس إدريس دبي في مجهوداتهم القيمة تجاه السلام. الإخوة الرؤساء الاثنين تفهموا مبكرا أن السلام والأمن والاستقرار لا بد من يأتي بخير كثير على بلداننا، وبالتالي نحن عندما دعينا لذلك وتقدمنا بمبادراتنا انحزنا جميعا إلى السلام. قمنا بمبادرة وكان الوسيط هو الرئيس إدريس دبي، ومن خلال لقاءاته مع شقيقه البشير أخطرنا بأن استحقاقات السلام الواردة في مبادرتنا يمكن تحقيقه، والسلام أقيم وأفضل للاستقرار وللأمن ولفائدة بلداننا وشعوبنا. أردنا نحن أن نرسي أدب جديد للسلام والأمن والاستقرار من خلال الإرادة السودانية من داخل الأرض السودانية وبعيد عن التدخلات الدولية. هل ممكن ذلك؟ نعم، نرى أنه ممكن. والعود أحمد، وإن شاء الله زي ما قال الأخ الوزير نقعد ونسمع ونسمع في إطار قدراتنا لبناء سلام. نعتقد أنه في مساحة لأننا نساهم فيه، وبالتالي جينا عشان الغرض ده. صحيح ما أعتقد أنه أنا يعني زي ما نقول الإنسان ما يدخل ما يدنتخل، إحنا ما شبه بعض كلنا، لكننا إن شاء الله بندفع في الاتجاه اللي بودي البلد للاستقرار والسلام بقدر الإمكان. صحيح ما دار أقول لكم أنا دائما ما دار أحصر نفسي في لا في دارفور ولا في السودان، لكن هنالك أجندة أوسع الآن تجاه الإسلام السني، وبالتالي أنا جيت لكمية من الأغراض من ضمنها استقرار السودان والناس تنطلق لقدام. شكرا جزيلا.